السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا حبيت اصور لكم بس ايه البط المولر، اللهم صل على النبي اهو، وكان بطايه من المسكوفي. ما عرفتش بصراحه ادخل المسكوفي عشان كلهم ايه سايباهم بره على السطح، فدخلت دول بالعافيه في الاوضه بعد ما نظفت لهم الاوضه طبعا اهو، فرشت لهم نشاره. قلت بس اصور لكم ايه البط المسكوفي، تشوفوه لوحده كده ايه ما شاء الله على طبيعته كده اهو. اللهم صل على النبي. ده المسكوفي اللي هو الاسود ده، والابيض ده اللي هو المولر. المولر ابو عين حمراء يا جماعه، عشان كذا حد يقول لي ايه المولر ابو عين حمراء. في منه كذا حاجه، في منه ابو شقره في راسه، وفيه اللي هو ابو عين حمراء، وفي ناس بتقول عليه بغالي زي ما قلت لكم قبل كده. انا قلت في كذا فيديو قبل كده عشان في ناس ايه مش عارفاه. طبعا اللي في رجل البطه الاحمر ده البنجر، عشان انا بحط لهم بنجر على الاكل، فرجليها حمراء زي ما انتم شايفين كده، عشان انا اتخضيت كنت فاكراها دم بصراحه، قلت اتعورت ولا ايه. فما شاء الله يعني مسكتها لقيته ايه من البنجر اللي انا بحطه لهم. انا جايبه لهم شروه بنجر حلوه كده، فبحط كل يوم على الاكل شويه. اللهم صل على النبي. عايزه يعني قلت اوريكم يا حبايب قلب البط المولر عامل ايه، عشان في ناس كانت خايفه تجيبه لما يلحقش رمضان. ما شاء الله بصوا احنا لسه فاضل يعني حوالي شهر و20 يوم او شهر ونص. واللهم صل على النبي البط حاجه تفتح النفس، حاجه تفرح بصراحه ربنا ما شاء الله. بصوا يا حبايب قلبي، تعرفوا ان هو عينه حمراء، اللي هي تلاقي عينه بتنور كده. بصوا شايفين عين البطه اهي، اللي هو اللي عينه بتنور في ما يكون مكان مظلم كده، تحس ان هي تعرف ان هي المولر ابو عين حمراء، هو اللي عينه بتنور كده في الظلم. فما شاء الله يعني بط جميل جدا وكبار، بيكبر بسرعه. هو في ناس ما بتحبوش، ما بتحبش لحمته، بتقول ان هو لحمته مش حلوه زي المسكوفي وزي البلدي. طبعا يا جماعه ما هو المسكوفي اغلى منه، هو سعره مش غالي قوي زي المسكوفي وزي البلدي. اغلى حاجه في البط يا جماعه البط البلدي. فيه السوداني برضو حلو، فيه المسكوفي برضو جميل، دول في طعم اللحم حلوين قوي بصراحه ربنا. والمولري والله انا جربته لحمته جميله جدا. بصوا لما بتسيبيه يقدم عندك كده لحمته بتنشف كده وبيبقى جميل جدا. يعني لما بتسيبيه مثلا ايه، هو ما شاء الله على ممكن على شهرين ونص تذبحي منه، يعني ده كده عمره شهرين اهو. احنا ممكن بقى نسيبه مثلا شهرين 3 شهور، في ناس بتذبح على شهرين ونص بتبقى لحمته لسه طريه، بس بيبقى حلو برضو. حسب اكلك للطيور على فكره، حسب انت ما بتاكلي ايه للطيور. لو بتاكليهم حاجات حلوه كده يعني مش بتتكلي على العيش وبس وعلى الحاجات اللي هي ليه طريه كلها، فهتلاقي البط بتاعك بيشيل معاك اوزان. يعني عندنا مثلا الفول الحلتي ده حلو قوي للبط، بيخلي البط يرب نساير حلوه كده حمراء. العلف برضو نحط علف، ولو اكلناها علف صافي، بس محدش بياكل علف صافي دلوقتي عشان احنا عارفين غلو العلف. فما شاء الله كل انت واكلك في البط، يعني حسب ما انت بتاكلي هتلاقي البطيه ما شاء الله كبيره معاك وحلوه. لكن مش عايشه على الخضروات واقول البط ما بيكبرش البط، لا البط عايز يا جماعه ياكل حاجات يعني نسب متساويه زي بعضها، عشان يبقى مثلا البروتين بتاعه كويس، يبقى الفيتامينات اللي بياخدها كويسه، يبقى الاملاح اللي بياخدها برده كويسه، يبقى مكفينه من كل حاجه ما شاء الله. انا لما كنت باكله علف كنت بجيب قبل كده، وكنت باكله علف بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه كان البط جميل جدا، كان بيشيل اوزان. لكن دوت ما شاء الله يعني هو على الخلطات اللي احنا بنعملها هو كده وزنه مش وحش، وزنه جميل برده حلو. بس احنا ايه يعني انا جايباه بقاله شهرين ولسه عندنا فاضل على رمضان فتره، فسايباه يكبر براحته. لو انت مستعجله عليه بقى وهتجيبيه دلوقتي هتدي علف على طول، هتاكلي علف على طول ما شاء الله، هيستوي معاكي بسرعه على رمضان ان شاء الله. عشان البط ده في ناس بتذبح منه على 50 يوم، وكمان اللي هو اللهم صل على النبي في نوع تاني بيكبر بسرعه مش فاكره اسمه بصراحه، بس في نوع تاني كده كبار، يعني البيور تقريبا، البيور كبار برضو بيكبر بسرعه. بس انا الحاجه اللي جربتها قبل كده بحب اجيبها تاني بصراحه ربنا، عشان انا جربت المسكوف وجربت المولر، بس ما كنتش بجيبه عمري يوم، انا كنت بجيبه يعني عمري مثلا اسبوعين 15 يوم كنت بجيبه من الوحده البيطريه. كان بيبقى ما شاء الله البطايه حلوه كده كبيره، كنت بجيب الجوز ب 60 وب 65، بس كانت البطايه ما شاء الله. بس ده من السنه اللي فاتت، كان كده السنه اللي فاتت. السنه دي معرفش البطايه الكبيره دي دلوقتي بكام، لكن ده انا جايباه صغير، كان ابن يوم او مثلا يومين ثلاثه، فالبطايه برضو كانت لسه صغيره، فكويس ان هو على شهرين بقى كده ما شاء الله يعني حلو. ومع الاكل اللي احنا بناكله برضو مفيش علف كتير، بنحط رده، بنحط كزب، الكزب برضو بيشبعهم حلو مش وحش، بنحط كزب ورده، فول حت، شويه علف، دي شيشه،
كل الحاجات دي بنحطها، فيعني سعرها معقول وهي بتمشي الحال مش وحشه، وفي نفس الوقت البط ايه اوزانه حلو على الخلطات دي واوزانه حلو. يعني انا جبت كميه حاجات كده على بعضها انا صورتها لكم، حلوه مش وحشه. عايزاه بقى يكبر معاك بسرعه هتاكلي علف. كلنا عارفين ان العلف ما شاء الله بيخلي البط يرمي لحمه بسرعه ويستوي معاكي بسرعه في فتره قليله. حبيت بس اوريه لكم النهارده ما شاء الله اوزانه يا جماعه مش وحشه، جميله جدا. يعني بدا الريش كله اهو يكتمل، اهو تقرب يكتمل، يعني لما الريش يغطي الظهر يبقى كده اكتمل، ناقص الحته بتاعت الظهر دي بس ما شاء الله. يعني انا ممسك البطايه كده تقيله حلوه مدملكه كده ما شاء الله. شوف بس الديك الرومي، بصوا طلع فين، بصوا بصوا انا في الاوضه عند البط ده واقف على السور ازاي، هطلع اجيبه لحسن يطير في الشارع. حبايب قلبه من نسمه ما تنسوش صلاه النبي وتدعمونا بلايك حلو منكم بقى كده اهو، عشان انا قلت لكم من وقت للتاني هصور لكم البط لوحده عشان تشوفوا اوزانه ونشوفه بيزيد مع بعضنا ولا لا، ولا هو ايه يعني واقف نمو واقف ولا لا. بس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، هو مش محتاج كلام اهي. بالخلطه اللي احنا عاملينها دي يا جماعه، دي تشيشه على كزبه على علف على فول حت على رده، يعني كذا حاجه على بعض، وبنحط دي 4 5 معالق ملح كده على الخلطه اللي احنا عاملينها. بس بتبقى خلطه كبيره مش على الوجبه اللي ياكلوها، لا بتبقى مثلا ايه يعني جايبه من كل حاجه 10 كيلو 15 كيلو حسب انت ومقدرتك، ما انت شوفي عايزه تجيبي قد ايه يعني حسب الطيور اللي عندي. فاللهم صل على النبي، اهو البط بتاعنا قدامكم اهو، وبرده هصور لكم البلدي لوحده وتشوفوه. طبعا البط المسكوفي ده فيه منه 3 بطات بره مع الطيور، ما عدتش ادخلهم عشان اصورهم معاهم، فدخلت دول بس. بسم الله ما شاء الله، يعني انا عندي منهم 4 بطيات، بصوا حجمهم حلو، لكن دي اللي في الارض دي هي اللي حجمها صغير شويه. والمسكوفي بسم الله ما شاء الله مش وحش اهو، حبيت بس اوريهم لكم. طبعا هم عايزين ميه اكيد، عشان هم لما بياكلوا بيبقى عايزين ياكلوا ويشربوا، ياكلوا ويشربوا، عشان الرده والحاجات الناعمه دي بتقف في زورهم فبيشرقوا، بس عادي بياكلوا تاني يعني ايه، وبيمشي الاكل ما بيقفش يعني الحمد لله. فادعوا لنا بالبركه حبايب قلبي، وصلوا على النبي اهم شيء، وادعوا لنا بلايك حلو منكم، ما تنسوناش في اللايك ده انا بفكركم اهو اهم حاجه. بصي زي ما قلت لك تهتمي بالاكل، نظفي تحت طيورك زي ما احنا منظفين كده على طول، يعني والله يا جماعه ممكن يوم او يومين بالكتير بنضف، يوم ويومين وانضف كده على طول، ما اسيبش ايه تحت طيور يبقى مش نظيف ابدا، بيبقوا بصراحه ربنا عينيهم بتحمر، يعني عينيهم بتعمل بتلتهب من الريحه، وتلاقي البط بتاعك ممكن لا قدر الله يموت، يجي له كساح في رجليه ما يقدرش يقف من البلوله اللي تحتيه، الارض مبلوله تحتيه. فاهتمي واكلي والله هتلاقي طيورك مش بسم الله ما شاء الله يومها بيومي. بص انا مسكت لكم واحده اهي، اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه والله وزنها بسم الله ما شاء الله، انتوا عارفين الميزان عندي كفته صغيره فمش عارفه اقعدها عليه، فمره تاني كده ايه هبقى اوزن والله معاكم باذن الله. اللهم صل على النبي اللهم بارك. جناحاته بصوا بدات يعني لسه الريش ما طلعش كله، واوزانه بصوا الريش بتاعه لسه صغير اهو، ده لسه لما الريش يكتمل كمان هتلاقوا البط ده بتاعنا بسم الله ما شاء الله هيشيل اوزان حلوه قوي معانا بامر الله اهو. انا مش عارفه امسكها بس عشان بصور بايد وبوريها لكم بالايد التانية. والله بصوا انا مش قادره اشيلها من تقيله، اللهم صل على النبي اللهم بارك، يعني تقيله. فادعوا لنا بالبركه كده وادعوا لنا بلايك حبايب قلبي، ما تنسوش. بصوا تانيين خافوا ازاي، بصوا يا جماعه هي العين بتنور ازاي، شايفين البطايه بسم الله ما شاء الله، كل البط الابيض ده عينه بتنور، بصوا في الضلمه ازاي اهو اهو، بصوا ملاحظين ده يا جماعه البط اللي هو المولر ابو عين حمراء، وفيه البغالي معرفش هو ده البغالي بقى ولا لا، وفيه اللي هو ابو شقره مش كله.